السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا طلاب الأعزاء؟ أتمنى أن تكونوا جميعا بخير. التهيئة، اذكر دور الخنزير في الحفاظ على البيئة. ثانيا، لماذا الحيوانات تسير وراء الفيل وتتبعه؟ الأهداف، أن يستنتج المتعلم الفكرة الرئيسية من النص المعلوماتي. ثانيا، أن يحلل المتعلم النص المعلومات. فوائد الحيوانات والحشرات المؤذية. الوحوش ووجود الحشرات المؤذية كالذباب والبعوض ضروري، فعضها وملامستها جلد الإنسان يمنح جسمه المناعة من الأمراض، وقد خلق الله الطير للحد من تكاثر تلك الحشرات، لأن الطيور تتغذى على الحشرات أيضا، كما أن التماسيح تأكل الجيف في الأنهار التي تكثر جراء عبور الأيائل والبقر والحمر الوحشية، وهي حين تأكلها إنما تحافظ على نقاوة مياه الأنهار. هذا هو معجم الكلمات لشرح الكلمات الصعبة. أجب عن الأسئلة التالية: ما فائدة الحيوانات المفترسة كالأسد والنمر والفهد؟ ما رأيك في تشاؤم الناس؟ ما رأيك في تشاؤم الناس من البوم مع ذكر فائدته؟ جاء وقت الأنشطة، اختر نشاطا واحدا وأجب عليه.
سؤال التحدي، اذكر دور الشيخ محمد ابن راشد في حماية البيئة. تنتهي من إجابة النشاط، عليك أن تدخل على هذا الرابط وتجيب على الأسئلة. والآن عليك يا صغيري أن تذهب إلى موقع عصافير، اقرأ قصة من القصص التي حددها لك معلمك وأجب عن الأنشطة المخصصة لها. شكرا لكم يا صف خامس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.